ودفاعا عن التوحيد قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان في نجد من مظاهر الشرك وعبادة الأشجار والأحجار وانتشار السحرة والكهنة ما الله به عليم. فلما وفق الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للتحالف في ذلك اللقاء التاريخي مع محمد بن سعود رحمه الله أمير الدرعية الذي ناصر دعوة التوحيد، فتبايع الأمير والشيخ في عام 1157 للهجرة على نصرة التوحيد وإقامة الشريعة وتحقيق الأمر الإلهي بإزالة الشرك. فاتسع نفوذ تلك القرية وقويت تلك الدولة حتى قال الإمام الشوكاني عن الإمام محمد بن عبد الوهاب الداعي إلى التوحيد المنكر على المعتقدين في الأموات ما زال يجاهد من يخالفه، وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية وصار الإسلام فيها غريبا. وقال ابن غنام رحمه الله: خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعه عثمان بن معمر وكثير من جماعتهم إلى الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباب وأبنية القبور، فقطعوا الأشجار وهدموا المشاهد وعدلوا القبور على السنة، وكان الشيخ هو الذي تولى هدم قبة زيد بن الخطاب بيده، وكاتب العلماء، وهكذا أجاب كثيرون وألفت الكتب دفاعا عن التوحيد. وكذا يكون هذا العمل أعظم القربات عند الله، لأنه الأصل الأصيل، لأنه الركن المكين وحبل الله المتين الذي من اعتصم به أي هذا التوحيد اهتدى، ومن دافع عنه رضي الله عنه، ومن بذل من أجله تقبل الله منه. قال ابن كثير رحمه الله: وفي سنة 41 خرجت طائفة يقال لها الراوندية على المنصور يقولون بالتناسخ، ويزعمون أن روح آدم انتقلت إلى عثمان بن نهيك، وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور، وأن الهيثم بن معاوية هو جبريل قبحهم الله. فأتوا يوما قصر المنصور وجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر ربنا. فخرج إليهم المنصور بجيشه، وخرج معه الناس لقتالهم، وخرج معهم أهل الأسواق، فالتفوا عليهم من كل ناحية فحصدوهم فلم يبقوا منهم أحدا. وهكذا قال ابن حجر في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب: قتله المنصور في الزندقة، قام الأئمة يناظرون ويردون ويصبرون، حتى في محنة خلق القرآن حصل من ثبات الإمام أحمد رحمه الله ما حصل، حتى قال أهل العلم: أيد الله المسلمين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، وجد الخلفاء في تتبع الزنادقة الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أهل النفاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، وكلاهما قتلهم المسلمون. وجد المهدي رحمه الله في طلب الزنادقة والبحث عنهم، حتى كان يلقب بقصاب الزنادقة، واستتاب القادر بالله، وكان من الخلفاء صاحب سنة طائفة من أهل الاعتزال والرفض، وأخذ خطوطهم بالتوبة. وجرت فتن انتصر فيها أهل الحق للحق، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. لم يكن الانتصار قاصرا أو مقتصرا على السيف والسنان، بل كان اللسان والبيان نصيرا للحق، معليا للتوحيد، مبينا خطورة الشرك، ناسفا لأساساته. وهكذا كان الرد على أهل البدع جهادا في سبيل الله، وألفت الكتب من أجل ذلك. فلماذا ألف الإمام بن خزيمة كتاب التوحيد، وكذلك الإمام بن مندة، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ألفوا كتاب التوحيد،
ولقيت من المختصرات والشروح والتهذيبات والتعليقات والنظم ما لقيته اهتماما من أهل التوحيد بها. وألف في الرد على المبتدعة كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، والرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل، والرد على الجهمية وخلق أفعال العباد للبخاري، ونقض عثمان بن سعيد على الجهم الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وكتاب السنة لأحمد، والسنة لأبي داود السجستاني، والسنة للأثرم ولأبي بكر الخلال وللهروي، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، وذم الكلام للهروي، وشرح أصول السنة لللالكائي، وغير ذلك من المصنفات. ولما ألف بعض أهل الضلال من غلاة الباطنية كتابا فيه خطوات زيارة القبور والمشاهد والطواف بها سبعا وحلق الرأس عندها والنحر بعد ذلك، ألف أهل العلم في الرد عليه، وأن مثل هذه الكتب يجب إتلافها ويحرم طبعها ونشرها وشراؤها وإهداؤها. ولما فتحت أرض فارس وجدوا فيها كتبا كثيرة، فكتب سعد إلى عمر يستأذنه في شأنها، فكتب عمر إليه اطرحوها في الماء، فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدم، وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء أو في النار، وذهبت فيها علوما من علوم المجوس. وأفتى العلماء بعدم جواز نشر كتب الكلام والفلسفة والجدل، لأنها تطعن في العقيدة وتشوش على الناس وتجلب الشكوك. هذا الذي يريد أهل النفاق اليوم مما يريدون إحياءه، وتعمل من أجله رسائل عند الكفار لأجل إحياء المذاهب المنحرفة القديمة وتعظيم أشخاصها ودراسات تقدم بشأنها واستعراض لتلك الدراسات في بعض القنوات. دفاعاً عن التوحيد نظمت المنظومات كنونية ابن القيم ونونية القحطاني، وكذا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وعندما ينشرح صدر المؤمن بالتوحيد يكون ما يخرج منه من نفثات تؤيد دين الله. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني. وقاموا بفضح المبتدعة والكلام في شأنهم، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. من وسائل التوحيد المناظرة، قاموا يناظرون وعلى خطى إبراهيم عليه السلام يسيرون، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الله أعلى وأجل. وكانت كلمات المسلمين في أحد ردا على من قال: لنا العزى ولا عزى لكم. كان الجواب: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: أعلوا هبل. قالوا: الله أعلى وأجل. ولما طعن في جناب التوحيد تولى الصحابة الرد من يوم ما ظهرت البدع، من ظهور القدرية رد بن عمر، ومن يوم ما ظهر الخوارج رد بن عباس، وهكذا سار السلف على طريقتهم. فناظروا حتى رجع بمناظرة ابن عباس 2000 من هؤلاء الخوارج. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أنصار التوحيد، اللهم اجعلنا ممن يذب عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة طيبة، أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.